هذا البرنامج برعاية زين. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الى برنامج جلسة الاعمال، ونبدا جلسة الاعمال لهذا اليوم بابرز العناوين. المتحدث باسم وزارة البترول المصرية يكشف لسين بي سي عربية ان أرامكو ابلغت الوزارة شفهيا عدم قدرتها على تزويد مصر بالامدادات البترولية خلال شهر اكتوبر. في سعي لإعادة العلاقات بينهما تركيا وروسيا تؤسسان صندوق استثمار مشترك برأس مال مليار دولار. شركة النفط الروسية روسينفيت تعتزم خصخصة رأس أو شركة الطاقة بشنيفيك في صفقة تقدر بحوالي 5 مليارات و300 مليون دولار. إذن مشاهدينا، كشف المتحدث باسم وزارة البترول المصرية لسين بي سي عربية إن أرامكو أبلغت الوزارة شفهيا بعدم قدرتها على تزويد مصر خلال شهر أكتوبر بالإمدادات البترولية المتفق عليها، ولا يوجد تغير في الاتفاق المبرم مع الشركة. كانت السعودية قد وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات، وبموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه هذا العام. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف طبعا موضوع وقف إمدادات أرامكو البترولية لمصر السيد أسامة كمال وزير البترول المصري السابق. سيد أسامة، أهلا وسهلا بك. إذا تتضارب الآراء حول ربما أرامكو أنها أبلغت السلطات المصرية عن شفهيا بالتوقف عن إمداد مصر بالمواد البترولية التي كان متفق عليها، هل ممكن أن تضعنا في سياق هذا الموضوع؟ اهلا وسهلا بيكو. طبعا يعني احنا كلنا بنسمع هذه الاخبار، لكن لا توجد حتى الان تصريحات رسميه او تعاقديه معلنه بشان وقف الامدادات من عدمه، ولكن كلها مجرد يعني تخمينات، اما تخمينات صحفيه او معلومات شفهيه بيتم تداولها ما بين بعض الاطراف وبعض. في هذا السياق عايزين نقول انه مصر استهلاكها من المواد البترولية سنويا يقترب من 80 مليون طن تقريبا، نص هذا الرقم من الاستهلاك الغاز، فبالتالي عندنا حوالي 40 مليون طن منتجات بترولية سائلة. 40 مليون طن منتجات بترولية سائلة دي بيتم تقريبا استيراد 30% منهم من الخارج بواقع حوالي 13 إلى 15 مليون طن سنويا. هذه ال 13 الى 15 مليون طن سنويا بيتم استيرادها عبر مناقصات بتطرحها الهيئه العامه للبترول. لما وقع البروتوكول من حوالي 4 شهور بين مصر والمملكه السعوديه، اللي بموجبه المملكه السعوديه تلتزم بتدبير احتياجات مصر لمده 5 سنوات في بموازنه تقديريه حوالي 30 مليار دولار، يعني 5 مليار دولار في السنه. الرقم ده تقريبا بيعادل نص كميه الاستيراد اللي بتحصل عليه مصر سنويا من المنتجات البتروليه، اللي هو هيبقى في حدود مثلا 7 8 مليون طن في السنه بواقع 3 4 مليون طن شهريا تقريبا. كما فهمت الرقم ده نعم استاذ اسامه، كما فهمت منك ان ربما 50% من اجمالي ما تستورده دوله مصر من الخارج هو ياتي من المملكه العربيه السعوديه، صحيح؟ لا، 50% من 50% من المنتجات السائله، مما يتم استيراده من منتجات سائله. ما يتم استيراده من منتجات سائله يمثل حوالي 35% من اجمالي المنتجات السائله، يعني في حدود 12 13 مليون طن، نصهم من المملكة العربية السعودية، يعني في حدود 7 مليون طن سنويا. لما نيجي نقسمهم شهريا يطلع في حدود 3 4 مليون طن في الشهر او حاجة زي كده. اللي حاصل انه النهارده 3 4 مليون طن ده رقم طبعا مؤثر، لا شك مؤثر طبعا، لكن يمكن استيعابه عن طريق حاجتين: المناقصات اللي موجودة حاليا يمكن زيادة الكميات فيها، او طرح مناقصات عاجلة لاستيفاء باقي الكميات، او الحاجه انه يحصل ترشيد شويه
للحد من هذه الكميه لغايه لما تتضح الامور بتاعه الاسباب اللي ادت الى توقف الاستيراد. هل هي اسباب لوجستيه تتعلق بانتاج مثلا معامل التكرير في الوقت الحالي في السعوديه، ولا هي اسباب اقتصاديه وتجاريه تتعلق بابرام مثلا بالاتفاق على بعض النصوص السداد وخلافه، حاجات زي كده. نعم استاذ اسامه، اذا ما استمر هذا التاخير في امداد مصر من طرف شركه ارامكو بالمواد البتروليه، هل معقول ان تطرح مصر مناقصه جديده تستهدف اسواق جديده او اسواق ثانيه بالنسبه لمصر لمنتجاتها طبعا البتروليه؟ هو اوريدي هيئه البترول خدت اجراء من اول لما يعني شعرت بان في نقص في الامدادات، خدت اجراء علشان ما تتعرضش الاسواق لازمات في مجال الطاقه البتروليه، خدت اجراء احتراز اذا حصل انه الامدادات عادت فهذه الامدادات بيتم استيعابها، اذا ما حصلش فيبقى في اجراء احترازي معمول بالتوازي علشان خاطر ما نعرضش السوق للاهتزازات يعني. ونحن نشكرك اذا استاذ اسامه كمال وزير البترول والثروه المعدنيه في مصر سابقا، شكرا جزيلا على مداخلتك. وأيضا أكدت الرئاسة الروسية الكرملين أن شركة النفط الحكومية روسينفيت تعتزم خصخصة شركة الطاقة باشنيف في صفقة تقدر بحوالي 5 مليارات و300 مليون دولار، وذلك بعد أشهر من التكهنات. أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم وافقت الحكومة رسميا على بيع الشركة النفطية، واعتبرت الصفقة انتصارا للحكومة الروسية التي باعت حصتها المقدرة بنسبة 50.7% في الشركة بحوالي 4 مليارات و700 مليون دولار. دائما في قطاع الطاقة، أعلن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن تركيا وروسيا ستؤسسان صندوق استثمار مشترك برأس مال يقدر بمليار دولار. وجاء إعلان زيبكجي عقب اجتماعه مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي في إسطنبول. وأوضح أيضا زيبكجي أن كل من تركيا وروسيا ستسهم بمبلغ 500 مليون دولار لتأسيس الصندوق، وأن رأس مالي قد يتجاوز مليار دولار إذا لزم الأمر. في الإمارات هذه المرة، قال وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الإماراتية سلطان بن سعيد المنصوري إن فرص نمو حجم صناعة التأمين في الدولة كبيرة، إذ ينتظر أن تشهد سوق التأمين الإماراتية زيادة كبيرة في السنين المقبلة حتى يسهم مساهمة فعالة في التنمية الاقتصادية. نأخذ المزيد في سياق هذا التقرير. قطاع التأمين الإماراتي أحد القطاعات التي تؤدي دورا حيويا في الاقتصاد الوطني، وخلال الخمس سنوات الماضية شهد القطاع نموا جيدا بسبب التطور والتوسع المستمر، حيث يلعب قطاع التأمين الإماراتي دورا رياديا في المنطقة العربية، وذلك بسبب الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها دولة الإمارات. وبحسب تقرير أعدته هيئة التأمين الإماراتية، فإن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين سجلت نمواً خلال 2015 بنسبة 10% لتصل إلى 37 مليار درهم إماراتي، مقارنة ب 33.5 مليار درهم خلال 2014. وتأتي أهمية قطاع التأمين استناداً إلى حجم الأموال الضخمة المستثمرة فيه، والتي بلغت نحو 46 مليار درهم خلال 2015، تتركز 60% منها في الأسهم والسندات، يليها الودائع بنسبة 20.7%. وتحقق دولة الإمارات نجاحات مستمرة في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال اتباع استراتيجيات اقتصادية محفزة على التنويع الاقتصادي. وقد أظهر تقرير هيئة التأمين انعكاس تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي على قطاع التأمين، حيث ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات بنسبة 10.4% لتصل إلى 27.5 مليار درهم خلال 2015، مقارنة بنحو 25 مليار درهم في 2014. وبلغ عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التأمين حتى نهاية العام 2015 61 شركة تأمين، منها 34 شركة تأمين وطنية و27 شركة أجنبية. قطاع التأمين الإماراتي يعد الأكبر حجما من حيث الأقساط والأفضل أداء على مستوى المنطقة العربية، لذلك تعمل هيئة التأمين الإماراتية على تعزيز تنافسية السوق، وذلك من خلال تنظيمات وتشريعات تحافظ على دورها القيادي في المنطقة.
مشاهدينا، للحديث أكثر عن قطاع التأمين في الإمارات ينضم إلي ضيفي في الأستوديو السيد عبد المطلب مصطفى الجعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين. سيد عبد المطلب، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. إذا نتحدث أولا ونضع المشاهدين في سياق الموضوع، طبعا كم يمثل قطاع التأمين بالنسبة أو ماذا يمثل قطاع التأمين بالنسبة للاقتصاد الإماراتي؟ هو قطاع التأمين يمثل ثاني يعني من ثاني أكبر قطاع حيوي أهمية بالنسبة لاقتصاد الدول، لأنه بعد قطاع البنوك، قطاع البنوك طبعا القطاع الأول بأي اقتصاديات الدول لما يمثله من أهمية في التمويل وفي النمو الاقتصادي في البلاد. وقطاع التأمين جانب الشق الإسنادي لقطاع البنوك من ناحية يعني إيجاد فرص أولا عمل للدولة، وفي نفس الوقت الاستثمارات الموجودة، يعني كما لاحظنا أن استثمارات قطاع التأمين الآن في تشكل 46 تقريبا مليار درهم، وهي تعتبر يعني اقتصاد بالأحرى مبلغ لا بأس فيه، يعني يؤثر يعني. صحيح. بالإضافة يعني التنوع الاستثماري، مثلا 60% من الاستثمارات هاي في سوق الأسهم، وفي عندنا تقريبا 20% في حجم الودائع، يعني بما يوفر سهولة إضافية في الاقتصاد. بالإضافة لذلك 20% المتبقية تتنوع بين العقار وبين استثمارات جانبية أخرى يعني. طبعا الإمارات تسعى أن يكون قطاع التأمين له دور فعال في الاقتصاد الإماراتي، ماذا عن أهمية أو أهم الاستراتيجيات المتبعة في تطوير هذا القطاع؟ هو يعني الحقيقة هيئة التأمين تبذل دور لا بأس فيه، يعني لا شك أنه هو يعتبر دور حيوي في تنشيط الاقتصاد، وبالأحرى إيجاد فرص أمام الشركات أن تنمو من حيث أنه العناية ب تنظيم الأصول الفنية لممارسة المهنة من جهة، العناية الاحتفاظ بالاحتياطيات الفنية المالية اللازمة أو الفنية اللازمة لزيادة قدرة الشركات على الاكتتاب وتحمل الأخطار، بحيث أن الشركات تكون يعني أكثر قابلية أن تحتفظ بالأقساط بداخل الدولة بدل ما تعيد تأمينها بالخارج. وهي طبعا احتفاظ الأقساط والتحمل المخاطر تحتاج إلى ملاءة مالية، تحتاج إلى كفاءات بشرية، يعني بحيث أنه يكون عندها الحس الفني لتقدير الأخطار بحيث تتلافى الأخطار الكبيرة، ونفس الوقت تكون تزيد الملاءة المالية للشركات، وبالتالي يكون فيها ربحية أكثر، مساهمتها في دعم الاقتصاد أكثر، وفي نفس الوقت أنه الاقتصاد هون في الإمارات الحقيقة يمتاز بالتنوع بسبب تعدد الثقافات، وفي نفس الوقت الفرص المتاحة اللي تحرص الحكومة على إيجادها أمام القطاع المستثمرين. يعني يعتبر سوق الإمارات يمكن ثاني أكبر سوق جذبا للاستثمارات الخارجية، لما فيه من فرص، لما فيه من أمان، لما فيه من حوافز إضافية. وبالتالي قطاع التأمين لا شك أنه يستفيد من فرص نمو الاقتصاد، وبالتالي وهذا يعتمد على مدى جاهزية الشركات نفسها. صحيح، ولاحظنا أيضا نمو كبير بالنسبة لقطاع التأمين بمختلف أنواعه مؤخرا في دولة الإمارات. طبعا هذا النمو وتطور ربما الأنظمة في قطاع التأمين إلى أي حد هو يجعل الشركات تتطور وتسجل مكاسب أكبر، لكن ماذا عن الزبائن؟ هو إلا هي تقدر تحكي أن الأنظمة والتوعية النشاط التوعوي يمشوا باثنين مع بعض. النظام يوجد لإيجاد آلية التعامل بين المؤمن له وما بين شركة التأمين، بحيث أن شركة التأمين يعني تقوم بواجبها بالشكل الصحيح، والمؤمن يأخذ حقه بالشكل الصحيح، فلا ضرر ولا ضرار ولا إثراء في التأمين. يعني التأمين مش موجود لمركز كمركز ربحية، موجود كعامل إسنادي لاستمرارية ضمان استمرارية الأعمال بالوتيرة اللي كانت عليها، بالشكل لو في ما تعرضت لا سمح الله لأي حادث عرضي، بحيث أنه ما تتعطل عجلة الاقتصاد، ما تتعجل
وما يتضرر أصحاب الأعمال. كيف ترى التنافسية بين شركات التأمين في الإمارات؟ والله التنافسية يعني مفهوم الحقيقة واسع، تعتمد انه اذا يعني اذا بناخذه على التعريف الضيق او المفهوم الضيق لكثير من الشركات، تنافسيه بعتبرها تنافس سعري وتكسير اسعار، وهذا يؤدي الى ضرر اكثر منه الى منفعه الحقيقه. الضرر اولا انه الشركات تتحمل اخطار بمقابل اقل من المفروض يكون، والضرر الاخر انه اصحاب او بالاحرى المؤمن عليهم اصحاب البوالص ما بياخذوا حقهم بشكل صحيح، سواء على مستوى خدمه او مستوى تعويض. فإذا المنافسه الصحيحه هي المنافسه في التطوير، المنافسه في التحديث، ايجاد منتجات جديده، خلق فرص جديده امام الزبائن. يعني نمو الان القطاع، الان صار لي تقريبا في قطاع التامين في الامارات حوالي 40 سنه، قرب ما قارب من 40 سنه، يعني شهدنا نمو كبير. يعني نما القطاع من مليارين و700 مليون الى الان 37 مليار. ال 37 مليار اي نعم الاقتصاد نما، بس برضه كمان تطور المنتجات ساهم في توعيه الجمهور على اهميه التامين. يعني ما عاد التامين مجرد انه يعني ظاهره كماليه انه انا ابدا انا المؤمن. لا، التامين اصبح ضروره حياتيه سواء على مستوى الشخصي او على مستوى قطاع الاعمال او على مستوى الدول. حتى يعني في الدول المتقدمه يقاس يعني معيار التطور الاقتصادي بقياس الهامش الادخاري للافراد، يعني اللي هي من خلال قطاع، من خلال المصروف على التامين نفسه، على منتجات التامين. فالتامين يعتبر عامل حيوي للاستقرار المادي، استقرار الفكري، استقرار الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي بالتبعية. ونحن نشكرك أستاذ عبد المطلب مصطفى جعيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين، شكرا جزيلا على حضورك معنا. شكرا ستي، شكرا، بارك الله فيكم. مشاهدينا، إذن بعد الفاصل، بنك التجاري وفا بنك المغربي يشتري فروع باركليز في مصر بصفقة تقدر بنحو 400 مليون دولار. أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي محمد بن إبراهيم السويل إن الوزارة قامت بتصميم برنامج شامل لرأس المال البشري في القطاع، يهدف إلى زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في المملكة العربية السعودية إلى حوالي 85%. وأضاف السويل إن البرنامج يستهدف توظيف حوالي 20 ألف سعودي بين عامي 2016 و2020، وذلك لتقليص الفجوة بين العرض والطلب. الحديث مشاهدين عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الرياض المهندس علي السمع، المستشار والمشرف العام على الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات. سيد علي، أهلا وسهلا بك. إذن نتحدث طبعا عن إعلان الوزارة أنها قامت بتصميم برنامج شامل لرأس المال البشري في القطاع، يهدف طبعا إلى زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى قرابة 85%. على أي أسس تعتمد هذه التقنية أو هذه الاستراتيجية في تطوير القطاع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية شكرا لكم على هذا اللقاء. الحقيقة الوزارة أعلنت عن عدد من البرامج. البرنامج الأول هو برنامج تنمية رأس المال البشري الذي يهدف إلى زيادة عدد المستخدمين للإنترنت من خلال نشر الوعي والثقافة المعرفية باستخدامات الإنترنت واستخدامات الحاسب الآلي والتقنية في الحياة اليومية لدى المستخدمين وعموم المستخدمين من سكان المملكة العربية السعودية من مواطنين ومقيمين، وكذلك تأهيل رأس المال البشري المحترفين والمختصين في مجال تقنية المعلومات، تأهيل ما يقارب 20 ألف شاب وشابة في الاختصاصات الاحترافية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. هذا هو البرنامج الأول. البرنامج الثاني هو برنامج تنمية صناعة تقنية المعلومات. أطلقت الوزارة أيضا برنامج آخر لتنمية صناعة تقنية المعلومات بهدف دعم رواد الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال تقنية المعلومات لتشكيل صناعة قوية
تساعد المملكة في التحول إلى اقتصاد ومجتمع رقمي. أما ما يخص زيادة نسبة الإنترنت أو انتشار الإنترنت، كما قلنا بالتثقيف وبنشر الثقافة الرقمية لدى المجتمع، وكذلك لدى الوزارة برنامج لنشر خدمات النطاق العريض في جميع أنحاء المملكة وربط المنازل بشبكة الألياف الضوئية. طبعا البرنامج كما ذكرت ربما يستهدف توظيف قرابة 20,000 سعودي بين عامي 2016 و2020 يندرج ضمن خطة المملكة. هل طبعا توظيف هؤلاء الشباب يحتاج إلى كوادر طبعا وإلى تكوين معين في قطاع الاتصالات؟ نعم صحيح. الحقيقة هو هذا البرنامج حيكون بالشراكة مع الشركات العالمية لتقنية المعلومات، سوف يساهم عدد من الشركات العالمية معنا في تأهيل الشباب أو الشابات السعوديين على اختصاصات محددة في تقنية المعلومات من أجل تأهيلهم لاستلام وظائف معينة في القطاع العام والقطاع الخاص. فسوف يكون هناك شهادات احترافية، برامج تدريبية ومهارات محددة تساهم الشركات العالمية المصنعة للتقنية سواء كانت أجهزة أم برمجيات في تأهيلهم للحصول على شهادات دولية احترافية، ومن ثم توظيفهم في القطاع العام والقطاع الخاص في وظائف تقنية المعلومات. نحن نشكرك المهندس. لأنه تقريبا المملكة الآن احنا ما زال نسبة العاملين في مجال تقنية المعلومات في المملكة النسبة الأكبر للعاملين من خارج المملكة، نسبة السعوديين ما زالت أقل. فالهدف أنه نرفع نسبة العاملين من السعوديين في هذه الاختصاصات. كان معنا إذن شكرا لك المهندس علي صمع المستشار والمشرف العام على الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، كنت معنا مباشرة من الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا على المداخلة. في القطاع المصرفي وقع بنك التجاري وفا بنك المغربي بروتوكول اتفاق في القاهرة مع مجموعة باركليز بنك البريطانية لشراء حصة نسبتها 100% من مجموعة فروعه التابعة لباركليز بنك ايجيبت بعد اتفاقه أو تفوقه على منافسين من دول عربية وأوروبية أخرى. ولم يكشف أو يكشف عن قيمة الصفقة التي قدرت بنحو 400 مليون دولار. ستمكن طبعا التجاري وفا بنك المغربي من دخول الأسواق المصرية. أكد رئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر على أن طلبية الشراء التي وقعتها شركتهم مع بوينغ تشكل خطوة هامة، مشيرا إلى أن بدء استلام الطائرات سيكون في منتصف العام المقبل. لنستمع. تعد طلبية شراء الطائرات التي وقعناها مع بوينغ خطوة هامة للخطوط الجوية القطرية، إذ تتضمن شراء ما يقارب 100 طائرة بالثلاثة طرازات وهي 777-300-787-9-737-MAX. أما قيمة الطلبية الشراء فتصل إلى 18 مليارا و600 مليون دولار أمريكي، حيث ستمول هذه الصفقة من خلال أسواق رأس المال والبنوك التي سنقصدها. وأما وصول هذه الطائرة فسيبدأ مع منتصف العام المقبل. وأضاف سيد أكبر الباكر أن توقيع شركته لصفقة شراء مع بوينغ لا يعني التخلي عن علاقتها مع شركة إيرباص، لافتا إلى أن جميع الخطوات التي تقدم أو تقدم عليها شركته تتوافق مع أهدافها وتطلعاتها. نرتبط بعلاقات وثيقة مع إيرباص، وتوقيع الطلبية مع بوينغ لا يعني بأننا سنتخلى عن علاقتنا مع إيرباص، بل نستمر في طلبياتنا معها. إننا شركة طيران تنمو بشكل متواصل، كما أننا نقوم بالاستثمار في شركات طيران أخرى. أي يجب علينا أن نبقى في بالنا بأن كل الخطط والمتطلبات تتماشى مع ذلك. وأكد السيد راي كونر الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ أن الشركة أو شراكة مع الخطوط الجوية القطرية تمثل حجر زاوية في العلاقات بين الشركتين، مشيرا إلى ثقته في قدرة الخطوط الجوية القطرية على تمويل الصفقة التي عقدتها. لنستمع. توقع بأن تكون الخطوط الجوية القطرية قادرة على تمويل نفسها من خلال السيولة المولدة لديها أو من خلال اللجوء إلى أسواق المال لتكون قادرة على تحمل تمويل عملية الشراء التي قامت بها. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ أن صفقة شراء الطائرات التي وقعتها الخطوط الجوية القطرية مع شركته لم تحدد رقما لعدد الطائرات، لافتا إلى أن المحادثات تحدثت عن عدد يتراوح بين 80 إلى 100 طائرة.
working under the guidelines that the U.S. government has set out for us. We do have our license to be able to. إننا نعمل في أطر المبادئ التوجيهية التي وضعتها لنا حكومة الولايات المتحدة، كما أننا نملك رخصة تؤهلنا للعمل بشكل مستمر، وهو ما تترجمه أعمالنا الحالية. وها نحن نرتبط مع الخطوط الجوية القطرية لنتوصل إلى حل يتمثل بصفقة فيما بيننا. ورغم أننا لم نستقر عند رقم محدد من الطائرات بعد، إلا أننا تطرقنا في المحادثات التي عقدناها إلى رقم يتراوح ما بين 80 إلى 100 طائرة. إلى هنا نصل إلى نهاية جلسة الأعمال لهذا اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية زين.